الو، السلام عليكم. شلونك سيدي؟ شلون صحتك؟ أهلا صادق، شلونك سيدي؟ شو الله الحال؟ يعزك، الله يسلمك، عظم الله اجرك ان هاي شاء الله سيدي. السيارة أم المشروبات خو ما تاخذ تجرى بيها؟ والله هو المشروبات استلمت البصل من نادي الجناية ودخلت بالمخزن وراح نعرضه للقاضي. لا تعرفن على القارة، تسوي كتاب هسه من يمك نعم سيدي. إلى قطاع توزيع كهرباء الرافدين، ايه تشرح لهم الحالة بتاريخ القيد، وردت لنا معلومات وجود عجلة نوعها هي شيء تابعة، تم ضبط المواد المشروبات الكحولية بها تفاصيلها 1 2 3. زين زين، نرسل لكم العجلة والمضبوطات لغرض إجراء التحقيق الإداري بها، زين، وإعلام إجراءاتكم. ماشي سيدي، زين، ماشي زين سيدي. حتى أم نكتب للبلدة الجناية الحركات لو بس لا بينه وبين تكتب يا ابوي، لا تفتح لنا درو، وقل خابر مديرك، قل له اللواء يقول لا تكتبون بها، احنا راح انا راح اتابع ويا مدير الكهرباء، لان ما زين. نريد نحرج المدير، راح نعتبره هو راح يضبطها وهو يسوي تحقيق من يمه، هو هم يرجع يعيدها هسه، يعيدها يجوز تنفتح. انت تشرح انه الوقت، المكان، السياره نوعها ورقمها وتفاصيلها، شنو نعم المواد اللي ضبطتها بيها. نعم سيدي، زين، يعني وتقول لهم اتخذ اجراء قانوني من قبلكم وعلمونا شنو الاجراء. ماشي سيدي، يعني اسوي بين محضر ضبط بالقواط وبالمستمسكات بالسيارة، حاطين كله بالسيارة ودي اي، إدارة الكهرباء. وتخلي لك نسخه من عندهم الى قطاع توزيع كهرباء الرافدين، ماشي سيدي، ماشي وسلمها حتى بمحضر ضبط وصولي كلهم، حتى اللي يستلمهم يوقع لك عليهم. ماشي سيدي، أسلم السيارة وأسلم المشروبات نفس الوصل، أخلي بيه نسخة ايه يمي. ايه ماشي سيدي، تامر تامر سيدي، يا بخير. سلام. وخابر حامد قال اللواء يقول لا تكتبون بها ولا هذه، خلوها من يمه. راح أخابر عميد خالد سيدي، احنا مديرنا على الصوب الصغير. هذا ايه، يلا ماشي سيدي تامر. ومن اجلك ايه تكتب بها، ايش لا ترفع بها، حتى تقرير لا ترفع بها. ماشي سيدي تامر.